الخطيرة بربروس. تركيا تكشف عن أول منظومة دفاعية مخصصة لحماية السواحل، نظام الدفاع الساحلي بربروس الذي طورته شركة روكيت سام، سيعمل على تحييد التهديدات في البحر باستخدام الصواريخ الوطنية أطمجة وجكر. في مفاجأة نارية جديدة، أعلن المدير الفني لشركة روكيت سام مراد كينجي نجاح اختبار نظام بربروس الدفاعي المخصص للسواحل، الذي يتكون من بطاريات متنقلة من شأنها القضاء على التهديدات خاصة في البحر. وذكر أن الاختبار جرى تنفيذه على شواطئ سينوب، حيث جرى إطلاق صاروخ أطمجة قاتل للسفن من بطاريات المنظومة. ووفق المعلومات، سيتم وضع نظام الدفاع الساحلي بربروس في خدمة القوات المسلحة والقوات البحرية كنظام يمكن أن يعمل ويتحرك في أقل من 5 دقائق، ويستخدم نظام إدارة القتال المتقدم والقدرات المدعومة بالشبكة ضد الأهداف في البحر، ويجمع المعلومات من أنظمة الرادار عند الاشتباك مع الهدف. أما أكبر ميزة هنا هي أن نظام بربروس يمكن التحكم فيه عن بعد، ويمكنه تحديد الهدف في أجزاء من الثانية من مسافات آمنة، وسيكون قادراً على ضرب الأهداف منفردة أو القيام بهجوم السرب وفقاً لحجم وخطورة الهدف. وفي إشارة إلى إمكانية إطلاق 4 صواريخ من طراز أطمجة أو 6 من طراز تشكر من بطارية الدفاع الساحلي بربروس، أكد مراد كينجي أن هذا سيوفر للقوات المسلحة التركية قدرة فعالة على التحكم في البحار بسرعة كبيرة.